أهلا بيكم مرة تانية. خلينا نقول كده إنه ملامح موسم جديد للنادي الأهلي بتترسم أو هتتحدد ملامحها في هولندا. هولندا هو المكان أو هي الدولة اللي هتستضيف معسكر إعداد. أول مرة أقول كلمة معسكر إعداد من 3 سنين. يعني الحقيقة يمكن لأول مرة بتتاح للنادي الأهلي فرصة إنه يخوض موسم في ظروف طبيعية، رغم تلاحم المواسم ورغم ضغط الماتشات ورغم كثرة المشاركة في كل البطولات بره مصر وجوه مصر، إشي محلي وإشي قاري وإشي دولي. لكن الحقيقة الأهلي عودنا دايما نكون واقف على منصة التتويج، وبإذن الله إن شاء الله تكون بداية موفقة. هنتكلم على معسكر الإعداد، وهنتكلم على شكل الموسم الجديد، وهنتكلم زي ما قلت لكم على الصفقات مع واحد من نجوم النادي الأهلي، كابتن عبد الله جلال، ضيفنا النهارده في سادسة. مساء الخير يا كابتن، اقول لك الحمد لله على السلامه، بقالك كتير ما نورتناش وشرفتنا في السادسه. اهلا وسهلا بيك مره ثانيه. الله يسلمك استاذ احمد، الله يخليك. تعالى كده ناخد معاك جوله في اخبارنا النهارده ونسمع رايك وتعليقك عليها. زي ما قلنا طبعا، يعني قلت لحضراتكم انه تم الاستقرار على هولندا تكون المكان او الدوله هتستضيف المعسكر بعد مفاضله. يمكن كان في تفكير في المانيا، كان في تفكير في النمسا، وايضا هولندا واسبانيا كانوا محطوطين في الاعتبار، لكن تم الاستقرار خلاص على إقامة المعسكر في النص الثاني من شهر سبتمبر. معسكر أعتقد هيمتد من حوالي من 10 ل 12 يوم، وخلال المعسكر بيتم الاتفاق على عدد من المباريات الودية اللي هتجمع النادي الأهلي بعدد من الفرق الأوروبية. ممكن يكونوا ماتشين، ممكن يكونوا ثلاثة. بتشوف ده إزاي، وبتشوف إزاي ده يخدم الفريق والجهاز الفني الجديد اللي بالتأكيد يعني هو هيتولى المسؤولية فيه. حضرتك قلت في البداية كده، يعني أول مرة من 3 سنين كده النادي الأهلي تتسمع كده كلمة معسكر تدريبي أو تحضيري للموسم الجديد. دي طبعا حاجة كويسة. حتى قبل كده يعني بفتكر زمان، أعتقد أنه يعني جيلك ممكن يكون عمل ده، والأجيال اللي قبلكم كان دايما فيه. يعني حتى في وقت من الأوقات أنا كنت فاكر برضو في موسمين ورا بعض برضه حصل تلاحم، وكنا خدنا برضه تقريبا بتاع 10 ايام او 15 يوم برضه اجازه او راحه سلبيه، وجي مستر مانو جوزيه في الوقت ده، عملنا بتاع اسبوع في اهلي مدينه نصر، وبعد كده طلعنا على معسكر في المانيا لمده 3 اسابيع، وده كان اطول معسكر اعداد للفريق الاول للنادي الاهلي. بيتهيألي جزء التحضير او الاعداد للموسم وشغل المدرب مع اللعيبه يختلف بشكل كامل عن فكرة التدريبات اللي موجودة بين الماتشات وبين كسرة البطولات. لا مختلفة تماما. التمارين كلها اللي هي التحضيرية للموسم تبقى مختلفة تماما عن التمارين الموجودة بين الماتشات. ده بتبقى مختلفة تماما. انت بتتكلم في حمل بدني، ببدأ زي ما بقول كده ايه، مش هقول من الصفر، بس ببدا من 20-30-40% ببدا ابني حمل بدني، بكيف اللاعب بتاع الحمل البدني اللي هياخده على مدار الموسم كله، بجانب ان انا ببدا احط القواعد الفنيه بتاعتي اللي برضو شغل الكوره بقى بحفظ فيها الفريق بتاعي. يعني انا بيتهيألي الفكر بتاعي، اي مدرب في الدنيا مهما كانت امكانياته عايز المساحه دي عشان يعرف يحصل بينه وبين السكواد وبينه وبين اللعيبه انسجام في الفكر وفي طريقه اللعب. المدرب ده كورته عامله ازاي، بيعتمد على ايه، الجمل اللي بيشتغل عليها، الواجبات بتاعت كل مركز والتاني. المعسكر ده بيبقى عباره عن التقاء فكرين ببعض، فكر اللعيب نفسه وفكر المدرب. المدرب انا بدي افكاري كلها للعيب في خلال الفتره اللي هي بتاعت المفروض ان الطبيعي ان انت بتتكلم في شهر، الشهر ده بعمله تحضير، جزء منه تحضير بدني، وفي نفس الوقت بدي افكار فنيه اللي انا همشي عليها طول السنه. سواء في تغييرات في وسط السنه من جانب خطط او طرق لعب بحفظها للعيبه بتاعتي، عشان اول ما اقابل الفرق اللي انا بصنف الفرق اللي انا هقابلها، في فرق مثلا ضعيفه هقابلها بالطريقه الفلانيه، في فرق قويه في افريقيا مثلا او بطولات زي افريقيا محتاجه فكر معين قوي، فببدا احفظ اللعيبه بتاعتي في التوقيت ده، بجانب طبعا الاحمال البدنيه اللي انا بعليها في الوقت ده عشان اقدر اجيب اقصى حمل بدني للعيب بتاعي يقدر ينفذ بقى المطلوب منه وينفذ افكار المدرب. طيب احنا طالعين من مرحله موسيماني سواريش. يعني خليني اقول سواريش تجربه ما اكتملتش قوي، هسمع رايك فيها، ايه اللي شايفه فيها ايجابي، ايه اللي شايفه نص الكوبايه المليان، وايه اللي شايفه نص الكوبايه الفاضي. بس هبدا بموسيماني. انا دايما اي حد اتمرن مع جوزيه بعتبره منجم معلومات،
وانا بشوف انه على الرغم من انه موسيماني حقق انجازات قريبه قوي من مانويل جوزيه وفتره اقل وفي ظروف اصعب، يعني الظروف اللي بشوف تولى فيها مستر موسيماني المسؤوليه برضو مستر جوزيه يعني خد مساحه اكبر كان يعني خد مساحه في وقت اكبر، درس وفهم طبيعه الكره في مصر اكتر، جماهير كانت مسانده في الملعب، ودي حاجه اعتقد الجيل بتاع الاهلي حاليا افتقدها بشكل كبير. بس يمكن الحته اللي بتعجبني اكتر في جوزيه انه الناس كانت راضيه قوي عن كره الاهلي، عن حلاوه الاداء مع النتائج، ده يمكن افتقدناه شويه مع موسيماني. اللي انا بس عايز اقوله معلش هقطع كلام حضرتك، القصه كلها يعني ممكن تكون موسيماني مشابه لحد كبير لمستر مانويل جوزيه في بعض الحاجات اللي هي ممكن تقول ان هو مستر مانويل جوزيه كان دايما عنده حته استقرار على التشكيل دايما، فدي ممكن يكون كان مشابه ليها موسيماني في حته اللي بتاع. فالقصه كلها برضو ان موسيماني ما ساعدتهوش الظروف، ان في وقت من الاوقات ضغط الماتشات في خلال سنتين او في خلال موسم ونص معاه، ضغط الماتشات اللي هو كل ثلاث ايام سواء بطولات محليه او بطولات افريقيه ما ادهوش المساحه ان انا اقدر حتى يعني ناس كتير او جماهير كتير بتتكلم عن حته ان انا ما طورش لعيب، ما هو ما عنديش المساحه ان انا ادي اللعيب بتاعي، مش هقول لك بقى تطوير، لا تطوير بشكل شخصي، يعني اطور مثلا من حسام حسن، اطور من محمد شريف، اعدي مرحله ان محمد شريف بدل ما هو مثلا هداف افريقيا بس يبقى هداف افريقيا ودوري. فكل ده ما عندوش المساحه من الوقت، لكن مستر مانويل كان عنده مساحه من الوقت ان انت بتلعب كل اسبوع ماتش، حتى لو اتضغطنا في وقت من الاوقات اللي هو قبل بطوله كاس العالم كان بنضغط دايما في ماتشات، وبعد ما بنرجع من كاس العالم للانديه فبنضغط برضو في ماتشات. بس الفرق الوحيد بين مش عايز اقول برضو بين الجيل بتاعنا والجيل الحالي هو في العقليه نفسها، ازاي اوفر لنفسي المناخ ان انا ابعد او اقلل الضغوط اللي حواليا بحيث ان انا لما اجي انزل جوه الملعب ادي بشكل كويس. في نفس الوقت برضو الضغوط في الفتره الاخيره من جانب بعض الجماهير ان انت دايما على طول عايز اداء بجانب تطوير بجانب بطولات، دي عجلت برضو بقصه ان انت ما تسمحش ان المدير الفني حتى برضو يعمل حته التطوير دي. تجربتك لسواريش ايه؟ او رؤيتك لتجربه سواريش ايه؟ رؤيتي والله يعني نسبيا اتظلم في حته ان في حته يعني ايه النتائج ما ساعدتهوش، دي حاجة. الحاجة التانية إصابات كتير، إصابات كتير قوي فوق ما خلينا ناخد الإيجابي منها يا كابتن عبد الله. يعني هو إيه البصمة الإيجابي اللي ممكن مثلا نقوله برضو الراجل برضو يعني صلح حاجة على حساب حاجة. يعني حتى لما هو برضو أنا كنت يعني في المواقع السوشيال ميديا والكلام ده، وحد بيتكلم معايا صحافة كنت بتكلم نفس الكلام كده، الراجل حب يصلح حاجة على حساب حاجة، وفي نفس الوقت هو كان جاي طموحه سابق الشغل اللي قدامه او سابق القماشه اللي قدامه. القماشه اللي قدامك مهلهله، ناس مصابه، في ناس مجهده واقعه بدنيا بسبب قصه الاجهاد وضغط الماتشات، دي جزء اتظلم فيها. فهو كان عايز يعمل حاجه ويطبق افكاره بس الوقت ما ساعدهوش، في نفس الوقت الظروف ما ساعدهوش في النتائج. الحاجه الاخيره عشان ما اطولش عليك ان هو برضو صلح الجانب الدفاعي على حساب الشغل الهجومي، فاصبح ان انت بان عند معظم الناس ان هو عامل شكل دفاعي اكتر منه شكل هجومي، اللي هو ما اترجمش اصلا في جمل ان احنا ممكن نشوف جمله معينه يوصل بها لمرمى الخصم في اي ماتشات سواء ضعيفه او قويه. دهي. فبالتالي ما ظهرش بس هو عمل نتائج كويس، يعني لما يكسب الاتحاد ويكسب فيوتشر اتحاد ثلاثه وفيوتشر اربعه، يعني اقصد اقول في بعض الماتشات لا ظهر الاهلي بشكل جيد جدا هجوميا. يمكن في ماتشات ثانيه طبعا الفرقه ما كانتش بتقدم اداء، بس ما كانش حاسب، بس هو على حسب بس برضه هو القماشه اللي معاه اللي اتبقت معاه، معلش القماشه اللي اتبقت معاه مع الناشئين، انا ما اقدرش برضه اجيب ناشئ برضه عنده 20 سنه ايا كان برضه حتى بقله خبراته واجي اديله جمل تكتيكيه عاليه جدا عليه، بجانب ان ممكن يكون اللي جنبه برضه يعني ايه برضه قريب منه في السن زي كريم فؤاد، برضه الخبرات برضه بتفرق. لكن لو بلعب مع لعيب
جنب خبرات هيديني الخبرات بتاعته ويوجهني جوه الملعب اكيد. طيب عشان اقفل الحته دي، مين اللي نور قوي مع سواريز؟ يعني لو اخترت اسمين ثلاثه حسيت ان هم في مرحله ريكاردو سواريز في نهايه الموسم مكسب من مكاسب المرحله مكاسب نور معاه يعني زياد طارق طبعا، نمره واحد، كريم فؤاد برضو ما شاء الله عليه كان ماشي برضو كويس، اجتهاد برضو ربنا يكلل مجهوده بحته معسكر من منتخب مصر يستاهل الصراحه. اثنين في ثلاثة برضو ممكن محمد أشرف برضو ظهر بمستوى كويس، يعني أنا شايف إن المجمل مش كويس. لو كان برضو وده جزء برضو بسيط، اللاعب اللي هو برضو بيمتعني حتى لو بيلعب خمس دقايق محمد محمود. ده القطعة القطعة الفنية اللي كانت ناقصة في وجود مثلا الفترة بتاعت موسيماني، كان ممكن تكلل الحاجه او الشغل بتاع موسيماني، حتى لو احنا مثلا في ناس معترضه على الاداء كان ممكن يعمل لك ويصنع لك حاجه كويسه في وسط الاداء. تراهن على محمد محمود مع الاهلي الموسم الجاي؟ اراهن. تراهن؟ اراهن. يقدر يصنع الفرق؟ يقدر يصنع، لان انا قلت لك هو في ماتشات الوقت اللي بينزلوا فيه قليل، خمس دقائق ما بين ربع ساعه ثلث ساعه بينزل بيعمل حاجه كويسه. انصحه بس نصيحه اخيره، لازم تسعى ان انت تجتهد في حته البدني دي. طيب خليني اخدك قبل ما نكمل كلامنا وقبل ما نروح لفاصل لمسجد المشير طنطاوي، نشوف الصوره من هناك ونشوف طبعا يمكن ما زال حتى اللحظات اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها، طبعا كابتن محمود الخطيب اهو بيتقبل العزاء في شقيقته، طبعا ربنا يتغمدها بواسع رحمته يا رب. ما زالت الشخصيات العامة ونجوم النادي الأهلي والمسؤولين فيه بتتوافد على مسجد المشير طنطاوي لتقديم واجب العزاء. مرة تانية طبعا خالص تعزينا لأسرة كابتن محمود الخطيب في وفاة شقيقته، وهنتابع مع حضراتكم طبعا في على مدار الحلقة، بس اسمحوا لنا قبل ما نكمل كلامنا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بضيفي كابتن عبد الله جلال ضيفنا النهارده ونجمنا في السادسة. مرة تانية برحب بيك كابتن عبد الله، وخليني أعدي معاك بقى سريعا على بيت الأخبار عشان نخش على السخن، الجزء الخاص بالميركاتو. طبعا الناس كلها عايزة تعرف الأسماء والصفقات والأهلي هيجيب مين وإلى آخره، وأنا عايز يعني كنت بكلم مع ناس في وجهة نظر كده مرتبطة بفكرة الكام ولا الكيف، وهجي لك في النقطة دي، بس خلينا نعدي على الأخبار سريعا جدا. الأول أروح لميكالي مدير فني للمنتخب الأولمبي، إزاي بتشوف دوره؟ يمكن الراجل يمكن عامل معسكر للمنتخب في اسكندرية، اختار فيه 30 لعيب، وأنا الحقيقة مهتم جدا بمتابعة المنتخب ده. طبعا واحد عشان أولمبياد باريس، ده المنتخب اللي إن شاء الله بإذن الله مش بس يوصلنا، أنا فكرة نوصل دي بقت صعبة شوية علي، لكن نفسي كمان نروح يعني نعمل حاجه كويسه، نعمل حاجه كويسه بس يعني على الاقل مربع ذهبي، ويا سلام لو في ميداليه تفرق معانا كتير قوي كتير. وخصوصا انه شباب مثلا الهاندبول ابطال عالم، يعني عندنا الكواليتي اللي توصلنا ان احنا نبقى احنا رانكينج نمره واحد. للاسف احنا يعني في بالذات في الاولمبياد بالذات بنهتم بالالعاب الفرديه اكتر من الجماعيه، في حين ان احنا عندنا منتخبات برضو في الالعاب الثانيه بعيد عن كره القدم الجماعيه منتخبات ممتازه الصراحه. والهاندبول بس بصراحه كابتن عبد الله ماشي يعني، بس يعني على الاقل بيديك دافع برضو ان انت الجماعيه عندك برضو ممكن تهتم بيها برضو وتعمل برضو حاجه انجاز كويس حتى هيضاف لبلدنا، رصيد لبلدنا. وخد بالك انه في كتير من عناصر المنتخب ده هتبقى يعني مش عايز اقول دعامه المنتخب الاول في كاس عالم 26، بس اكيد هتلجا لعناصر منه في منتخب أكيد. كاس لو عالم 26 هو لو قدم حاجه مردود كويس وعمل انجاز كويس، زي احنا مثلا لو نفتكر في 2001 الكابتن شوقي غريب خد ثالث عالم، فدي كانت برضو بدايه ان هو يعمل او يتاخد جزء كبير منه يتبني عليه فيما بعد لمنتخب كابتن حسن شحاته فيما بعد. وفي نفس الوقت حتى لما برضو كابتن حسن شحاته خد بطوله افريقيا للشباب جيل كابتن عماد متعب برضو في 2003 وراح كاس عالم برضو عمل يعني اداء كويس هناك وعمل نتائج كويسه، الجزء كبير منه كابتن عماد متعب واحمد فتحي وحسني عبد رب وكل ده برضو كان جزء كبير منه اتاخد لمنتخب مصر فيما بعد لما كابتن حسن شحاته عمل
توليفه كويسه بين الجيل القديم جيل كابتن او نهايه جيل كابتن محمود الجوهري مع جزء من منتخب كابتن شوقي غريب مع الجزء بتاع المنتخب وهو الشباب، فعمل منتخب قوي سدنا افريقيا كلها ثلاث بطولات ورا بعض. في الفتره دي كنت بتحتار عشان تختار تشكيل منتخب، انت بتحتار يعني ابسط حاجه نص الملعب، مش هقول لك المدافعين، نص أحمد الملعب حسن، محمد شوقي، حسني عبد ربه، محمد شوقي، حسن مصطفى، يعني كان ناس كتير في نص الملعب. انا عايز اقول لك ان غير ناس كتير كان في الدوري الممتاز برده كانت مميزه في الوقت ده، وبرده ظهر كان زي احمد شعبان، سمير صبري في انبي، جده في الاتحاد، وجده في الاتحاد قبل ما يجي الاهلي، كل ده كان مميز في والاهلي برضو كان برضو في عنفوانه، والاهلي في الوقت ده كان يعني مسيطر على مسيطر كل القاره كلها. وده السؤال على فكره اللي هرجع له، يعني انا دايما لما باجي اتكلم على فكره انك انت ترفع من 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 مستوى الفريق او تجيب صفقات تدعم مستوى الفريق، ابدا ابدا مش ببص على الدوري والكاس. هنا عندنا في مصر مع كامل احترامي للمسابقتين، انا عارف ان هم مسابقتين من اكبر مسابقات على مستوى المنطقه ويمكن على مستوى القاره، والتنافسيه فيهم الى حد ما لطيفه، صحيح هي في القمه بتبقى ضعيفه شويه، في القاع بتبقى اكبر، بس في النهايه ما بقيس على ده، انا بقيس على انه الاهلي رايح يلعب دوري ابطال، الاهلي رايح يلعب كاس عالم، الاهلي رايح يلعب سوبر ليج، فببص على مستوى منافسه الى حد ما مختلف شويه، بحط اعتبار لفرق زي سان داونز، فرق زي الوداد، فرق زي الترجي وغيرها من الفرق اللي ممكن تبقى عندها القدره انها تنافس الاهلي على الالقاب دي، وبالتالي انت بتتكلم على كاليبر او على عناصر ومقاومات مفترض انها تتعدى بمراحل المستويات اللي موجوده في كل الدوري المصري. أكيد متفق ولا مختلف؟ لا اكيد طبعا، انت انا ده اعلى مستوى انا بلعب فيه، ما كنتش هقيس كاس العالم يعني النهارده انت لو بتروح كاس العالم جماهير نادي الاهلي لما بقت تجيب برونزيه كويس تمام مبسوطين، بقى في طموح اعلى من كده، يا سلام لو شفنا الاهلي في الفاينل يعني فاهم. هو الحاجه كويسه، الحاجه كويسه ان انا دايما طموح لازم يبقى ايه سابق، ما بوقفش عند حاجه معينه، يعني مثلا خدنا دوري بيبقى طموحي ان انا اخد افريقيا، بعد ما خدت افريقيا بيبقى طموحي اخد السوبر، خدت السوبر بوصل لكاس عالم، طب انا خدت تالت عالم وكررتها ثلاث مرات، بقى طموحي الجماهير دلوقتي اوصل لنهائي، انا عايز اغير واوصل للاعلى، طالما في اعلى واقدر بامكانيات اللاعيبه اللي عندي وامكانيات النادي نفسه جماهيريه فاقدر ان انا اوصل لابعد مدى، لا هوصل، ايه اللي ايه المشكله؟ اطمح واعمل واحضر للحاجه دي كويس هوصل لها ان شاء الله. طيب هاجي للصفقات تاني، بس خلينا نروح لفيتوريا اللي يمكن اعلن قائمه اللاعبين المحترفين في الداخل، وهيعلن قائمه طبعا اللاعبين المحترفين اللي هيشاركوا في معسكر منتخب مصر. عندنا ماتشين، ماتش مع الماتشات اللي تم التفاعل عليها في سبتمبر، المفترض هنلعب النيجر وليبيريا ماشي، وبعد كده في 11 اعتقد هنلعب مع بلجيكا تمام، في طبعا استعدادنا لتصفيات امم افريقيا اللي هتتلعب في كوت ديفوار. شايف الاول يعني واحنا طبعا الموسم بره ابتدى، مين اللعيبه اللي تستحق الانضمام للمنتخب الوطني؟ يعني بعيد عن القائمه اللي هو قالها برضو يعني ما تخرجش عنها، لان الناس فعلا اللي انت خدتهم دول اللي كانوا مميزين في الدوري الممتاز خلال الفتره اللي فاتت كلها، يعني مش هتكلم برضو يعني في ناس ممكن تكون مثلا كانت ماشيه كويس في الدور الاولاني ما ظهرتش كويس الدور الثاني، لا في ناس الدور الثاني من ضغط الماتشات وقوه المنافسه بين الفرق اللي بتصارع على الهبوط بالذات افرزت لعيبه كويسه، لكن القائمه اللي انا شايفها دي يعني يعتبر افضل الموجودين يعني في الدوري المصري. انت تقييمك ايه لمسابقه الدوري السنه دي؟ خلينا ناخدها كده تنظيميا، رابطه الانديه والله هو يعني بص هو الرابطه بدات كويس قوي في الاول، اول ما بدات المهمه بدات كويس قوي بالذات من ناحيه البث التلفزيوني ومن ناحيه الفار موضح اللقطات كويس، وبعد كده بدات زي ما بقول كده ايه الخدمه بدات تنزل شويه يعني ابتدينا كام على 10 الموسم؟ يعني ممكن مثلا بدانا مثلا نقول 7 أو 8 من 10 وبعد كده بقى معلش انت فنشنا كام على 10؟ ممكن تقول 5 أو 6 من 10 عشان ما اظلمش حد برضه، لان الناس برضه اجتهدت، الناس اجتهدت وحاولت تعمل حاجه كويسه، يعني مش هقول لك ايه الحاجات اللي شايف انه لو رابطه الانديه تفادتها في الموسم اللي جاي يبقى عندنا موسم ناجح من بدايته لنهايته.
أول حاجة لازم يبقى عندك جدول منتظم. يعني نرجع للعهد القديم قبل 25 يناير بموسمين ثلاثة، كان بيتحط جدول بتاع الدور الأولاني كامل بيتبعت للأندية، بيتطبق من غير أي تأجيلات. حتى احنا يعني النادي الأهلي نفسه في الوقت ده اتبعت له جدول كامل، أنا فاكر في موسم من المواسم اللي هو غالبا 2006 لما كنا رايحين كاس عالم، واتبعت لنا برضو التوقيتات اللي قبل كاس العالم والتوقيتات اللي بعد كاس العالم في المؤجلات. بضغط الماتشات برضو كل ثلاث ايام او كل اربع ايام بنلعب مباراه. فيا ريت يرجع النظام اللي هو انت حتى مش هقول لك ابعت الموسم كامل زي اوروبا، لان احنا بعيد خالص عن اوروبا، بس على الاقل تبعت. ايه اللي يمنع يعني الموسم اللي جاي؟ ايه اللي يمنع؟ السنه اللي فاتت كان عندك الأجندة مزدحمة، يعني عندك تصفيات كاس عالم، عندك بطولة كاس عرب، عندك بطولة أمم أفريقيا، فبالتالي عندك مشاركة الأهلي في أو الأربع الفرق عموما، مش بس الأهلي، هو الأهلي كمل لغاية الآخر، صحيح الفرق خرجت بدري بس أنت في النهاية الأهلي عنده أمم أفريقيا، ومع بقية الثلاث فرق التانيين اللي بيلعبوا في دوري الأبطال والكونفدرالية، عندك مشاركة الأهلي في السوبر، عندك مشاركة الأهلي في كأس عالم أندية، بالتالي الأجندة كانت صعبة جدا إنك أنت تقدر تحضرها من بداية موسم. لكن إيه اللي يمنع ده في الموسم اللي جاي؟ هو اللي بيمنع دايما هو الثابت عند الرابطة أو عند اتحاد الكرة قبل ما يبقى فيه الرابطة، حتة الأندية اللي بتشارك في أفريقيا. حتة الأندية اللي بتشارك في أفريقيا، أنت ما بتحد يعني سواء أنت بتحددها أو ما بتحددهاش، فبترجع بتيجي في وسط الموسم بتختلف فيها. يعني انت لو قلت مثلا دايما بيقول للانديه اللي بتشارك بالذات خاصه الاهلي والزمالك اللي هم عشان دايما في استمراريه في المشاركه في افريقيا، فبتديهم مساحه زمنيه ان هو مثلا في المباراه الخارجيه بيبقى عندك خمس ايام او اسبوع، والمباراه اللي عندك على ارضك بتدي له بتاع اربع ايام او ثلاث ايام، فبترجع كل ده بيختلف. ان انت بعد كده بيحصل لما بالانديه دي بتوصل للادوار النهائيه فبتضطر ان انت تاجل له ماتشات، الماتشات دي بيحصل تضارب في المواعيد لان انت بتقابل فرق بتنافس معاك على الهبوط، فبتضطر ان انت تحط مواعيد مساويه لكل الفرق عشان تدي مبدا العداله للفرق. يا ريت انت بقى تشوف حل مسبق من دلوقتي للفرق اللي هي بتشارك في افريقيا، وخاصة النادي الأهلي عشان بتكلم ان هو عنده استمرارية ان هو بيوصل للأدوار الإقصائية والأدوار النهائية. دي حاجة. الحاجة التانية برضو حتة البس كان جت في وقت اتظبطت، لأن دي البس بالذات بيفرق معاك في حتة الفار، لأن أنت لما بيكون عندك كذا زاوية بتوضح لك وتديك الحقيقة، فبالتالي الفار فشل ولا نجح من وجهة نظرك؟ والله هو جه على النادي يعني أنا مش عايز أقولها بس عشان ما يقولوش إن أنا إيه عشان النادي الأهلي والكلام ده، بس هو في وقت من الأوقات جه على النادي الأهلي، فبنسبة يعني ممكن برضه تديها 60% أو 70%، لكن في حاجات فشل فيها. إيه اللي أنت شايفه في وجود مارك كلاتنبرج كرئيس او مسؤول عن لجنه الحكام في الموسم الجديد، وايه اللي تتوقع انه يعمله يظبط، او ايه الاجراءات اللي تتوقع انها تظبط من خلينا نقول الخلل اللي مشيها خلل اللي حصل في مستوى التحكيم في الموسم الاخير؟ يعني الراجل انا لمست حاجه بسيطه كده، مش لسه ما برضو يعني اتمنى ان هي تديني بادره امل في حته التحكيم، ان هو الراجل من ساعه ما جه وشفناه حتى قعد في ماتش من الماتشات للنادي الاهلي، وبرضه حضر في ماتش تاني برضه بس مش متذكر ايه يعني. فمش عايز اقول ان التحكيم اتظبط او كده يعني او الفار اتظبط. لا قول لا بس عايز اقول يعني حسينا والله بجد. ايوه لا هو يعني هو القصه كلها. ده انا هديك برضه حاجه اخيره، ان في الماتشين اخر ماتشين او اخر اسبوعين في الدوري في حكام انا عايز اسميهم يعني معلش انا اسف يا جماعه ما تزعلوش مني، في حكام برضو اصحابي يعني وكده، لا الحكام الغلابه خدوا فرصتهم. حكام الغلابه خدوا فرصتهم وظهروا بشكل كويس، ظهروا كويس وخدوا فرصتهم فعلا، يعني عملوا ماتشات كويسه. يعني انا في حكام معايا عندي على الفيس، انا بعت لهم تهنئه وفعلا يعني بجد عملوا حاجات كويسه، لا ظهروا. مفيش الرهبه بتاع التحكيم، ما تحسش ان في حد مستني غلطه، لا بياخد حريته. لما بتعرف اسماء يعني دايما كده، عارف الجمهور يقول لك ايه؟ يقول لك الاعلان مثلا على الطاقم الفلاني اللي هيحكم مباراه الاهلي اللي جاي، كام في الميه من الاسماء بتبقى مطمن وحاسس انه تمام التحكيم ما تقلقش منه الماتش اللي جاي، وكام في الميه بتبقى حاسس ربنا يستر؟
والله هو السؤال ده لا بس هو يعني الموسم ده غير بقى يعني مش هنتكلم عن الموسم اللي فات يعني بس الموسم ده بالذات انا ما يعني في قليل قوي لما كنت بطمن يعني التحكيم يعني كنت يعني بنسبه كبيره يعني بنسبه كبيره قوي كنت تبقى قلقان من المستوى قلقان من مستوى التحكيم لان حاسس ان هيحصل حاجه هيحصل فيها جدل اللي ما كانش عليك هيبقى ليك بس برضه فيها جدل يعني وربنا يشهد على الكلام ده كل كلمه قلتها في التحكيم المصري سواء كانت مع او سواء كانت ضد ما كانتش بس دفاعا عن حقوق مشروعه للنادي الاهلي لكن كمان كانت رغبه في انه الحكم المصري يستعيد مستواه ويستعيد مصداقيته ويستعيد مكانته اللي كانت موجوده حتى فيما قبل وجود الفار انا بتهيألي انه الفار اللي انا كنت متخيل انه هيكون وسيله مساعده تسهل من مهمه الحكم وتمنع من حاله الجدل وحاله الاشكاليات اللي كنا بندخل فيها فتحول الحقيقه الى العكس تحول الى وسيله كاشفه وضاغطه ومؤكده على اخطاء التحكيم عندنا في مصر اكيد طبعا اكيد لما هو في حاجات كتير ما في حاجات كتير ظهرت النام معلش يعني في حكام فعلا كانت ماشيه كويس وبسبب اخطاء الفار خلت ان هو جوه الماتش في عليه علامات الاستفهام حتى بعد الماتش بقى في كلام كتير صحيح صحيح وليد سليمان ويمكن المشوار الطويل انت لعبت مع وليد ولا وليد جه بعد ما انت لعبت بس هو جه بعدي يعني. جه بعدك يمكن مشوار طويل جدا وواحد من النجوم المميزين جدا ولغايه اخر لحظه الحقيقه مستوى مش بس قصه في الملعب يعني مش بس قصه كوره لكن قصه باكج كله على بعضه حاله الحب وحاله الالتزام وحاله الوفاء فكره انك انت تحس انه اللعيب مخلص بجد ليك وعاشق ومقدر بشكل كبير جدا النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اعتقد وليد بيمثل وبيلخص الحاله دي يا كابتن عبد الله اولا بتمنى له كل التوفيق في حياته اللي جايه ايا كان هو اختار ايه يعني في حياته بعد كده بعد ما يبطل كوره ان شاء الله دي حاجه الحاجه الثانيه مهما الواحد اتكلم برضو عن وليد شخصيه محترمه على خلق لا نحسبه على الله ولا نزكي احد على الله بس القصه كلها ان وليد من الشخصيات زي ما بيقولوا كده دايما في لعيبه كبيره في كل فريق كده بيبقى ليها علامه في وسط اللي حواليه وخاصه مع اللعيب الصغير لو راجعت كل اللقاءات انا ويمكن ركزت في النقطه دي بالذات اللقاءات حتى وخاصه لقاءات الاهلي اللعيبه الصغيره بتتكلم على وليد سليمان بحاجه محسسوك ان هو الايه زي ما بيقول كده الاب الروحي بتاعنا خاصة وجوده وكلامه وتعليماته وتوجيهاته خارج الملعب بتبقى أهم بكتير من جوه الملعب اللعيب الصغير دايما وإحنا كنا صغيرين برضو لما كنا بنطلع نتمرن بس مع الفريق الأول كده مع الكبار كنا بنتمنى بس إن اللعيب الكبير بس يقول لنا كلمة حلوة بلاش يعني مش هقول لك هزار بس على الأقل كلمة حلوة كويس شد حيلك اي معلومه ترفع معنوياتك اي هترفع معنوياتي اتمنى ان اللعيبه مين عمل معاك كده من اللعيبه الكبار في كبار في جيلك يا كابتن يعني كنت بستفاد منه صراحه كابتن وائل جمعه يعني كنت بتكلم يعني كان بيتكلم معايا على طول يعني الصراحه كابتن احمد السيد كابتن عماد النحاس مش عايز انسى حد الصراحه يعني كابتن ابو تريكه يعني دول الاقرب ليا كان كابتن اسامه حسني برضو كنت بتكلم معاه اللي هو كان علاقتي بيهم الناس كويسه وكان اي معلومه او اي كلام ممكن يحصل معايا حوار او استشيره في اي حاجه يعني. مين اللي كان بيسخط فيك منهم؟ ايه؟ مين اللي كان بيسخط فيك منهم؟ يسخط دي كابتن شادي محمد يعني على طول قال لازم يسخط طب اروح معاك للميركاتو بقى، الناس يمكن من 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 قبل نهايه الموسم والناس بتتكلم على صفقات النادي الاهلي وانا كنت بتكلم في بدايه الحلقه انه انا شايف انه الاهلي مش محتاج كم يعني التقييم طبعا في النهايه القرار بشكل كامل اداره النادي الاهلي والمسؤولين فيه هي اللي هتقرر وتشوف تحط الرؤيه الاهلي محتاج ايه لكن انا بشوف ان سكواد الاهلي الحقيقه لو واقف على رجله احنا مش محتاجين عدد صفقات كبير لكن محتاجين كواليتي صفقات على اعلى مستوى اذا كنا بنتكلم على ليفل المنافسه اللي كنت لسه بكلمك عليه ف
فانا شايف ان الصفقات اللي هيجيبها النادي الاهلي مفترض يعني انها تبقى فار بيوند، يعني اعلى بكتير من مستويات كل الاسماء حتى اللي تألقت الموسم ده في الدوري في ال 17 فريق اللي بره النادي الاهلي. تتفق ولا شايف انه لا الاهلي في حاجه لتدعيم وعدد كبير جدا من الصفقات؟ هي مش بالكم زي ما حضرتك قلت كده، يعني هي معلش هي بالكيف. انا ببص على التدعيمات محتاج ايه في المراكز اللي عندي. وخاصه انا دايما يعني بتكلم حته بص على الملف بتاع اللعيبه الاجنبيه اكتر، هتستفاد منه اكتر من اللعيب المحلي. البطولة السنة دي أفرزت لعيبة لفتت نظرك؟ أو يعني نقدر نقول قدمت أسماء؟ يعني هو برضو خلي بالك إن الدوري المصري أو عيب اللعيب المصري عامة، عيب اللعيب المصري إن هو لما بتألق ماتشين ثلاثة إحنا بنحسبها كمحللين بنحسبها موسم. أوكي. ده للأسف، ده للأسف. مش إحنا كمحللين بقى كورة فنية، لا إحنا بنتكلم كجمهور. لكن ما حدش بيتابع حد على المستوى البعيد. انا زي ما قلت لحضرتك في اول الكلام كده قلت لك ان في ناس تألقت الدور الاولاني، الدور الثاني انا مش شايفها. بتيجي مثلا في الدور الثاني لما الماتشات اتضغطت بقينا نحسب ان الماتشين الثلاثه دول موسم كامل، في حين ان انت لو ركزت معاه هتلاقيه لعب في ال 18 ماتش او ال 17 ماتش بتوع الدور الثاني ما لعبش غير ماتشين او ثلاثة بالكتير مميزين. لكن على المستوى البعيد لازم عشان اقول لعيب فعلا يستحق انه نقول عليه حاجة، عمل حاجة واو في الدوري وينفع يتنقل يلعب اهلي او زمالك او ايا كان فرق بتنافس على الدوري الممتاز، لازم يكون عمل حاجة جامدة جدا. فدي حاجة. النقطة الثانية النادي الاهلي محتاج فعلا تدعيمات، بس مش زي ما الناس متخيلة برضو ان النادي الاهلي واقع قوي. حضرتك تفضلت وقلت ان النادي الاهلي لو رجع لمستواه، يعني احنا كنا بنتكلم في الاول ان انت اديني وقت راحه. ايوه. هرتاح، هاخد نفسي، احضر، ابدا احضر من جديد، اجيب جهاز فني يشتغل بدري، ارتب اللعيبه بتاعتي والاوراق بتاعتي، اشوف ايه اللي محتاجه. طب ما هو في مدير فني هيجي فتره اعداد هيشوف ايه اللي محتاجه وايه اللي مش محتاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن يكون اللعيبه اللي انت كنت شايفها الفتره اللي فاتت ومكسره الدنيا في الدوري الممتاز ممكن اشتريه واحط عندي. ما ينفعش ما يمشيش مع فكر المدير الفني وما يمشيش كمان مع فكر النادي او الـ الحجم الجماهيري بتاع الايه النادي اللي احنا بنتكلم فيه وحجم البطولات وحجم المشاركه في البطولات الكبيره اللي احنا فهي مش قصه ان انا لازم اجيب صفقات وخلاص. تمام. بس فهي القصه كلها برضو لازم اجيب تدعيمات على قد المراكز اللي انا محتاج فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه نركز برضو على الملف بتاع اللعيبه الاجنبيه لان هو ده اللي هيفيد. طيب لو قلت لك معاك بادجت مفتوح، او يعني لو قلت لك بندردش مع بعض، ماشي، انا عندي رقم هحطه لصفقات الاهلي الموسم ده وهطلب من كابتن عبد الله ياخد الرقم كله يحطه في صفقتين. صفقتين، مش هعمل غير صفقتين الموسم ده. انا مستغني عن الكم السنه دي، انا شايف انه فرقه الاهلي واقفه على رجليها ان شاء الله باذن الله هي كده، ومش محتاج اعمل غير صفقتين بس. ايه المركز من بره مش من جوه مصر، من بره مصر، ايه المركزين اللي انت تستثمر فيهم بادجت النادي الاهلي في الصفقات دي، وايه نوعيه اللعيبه اللي انت بتدور عليها عشان تجيبها تكون موجوده في سكواد الاهلي الموسم اللي جاي؟ يعني انت بتكلم من وجهه نظري شايف كده لازم راس حربة صريح، حاجة كده دي اللي هو ايه، ما انا يعني حاجة كده وما عنديش غير شايف كده قدامي عماد متعب. عماد متعب مع احترام الكامل يعني حفظ الالقاب يعني لا عايز حاجة زي عماد متعب. هو المركز يعني ده بعد جيل عماد متعب في مشاكل كتيرة جدا، في مشاكل يعني كتيرة متعب. حتى منتخب مصر يعني انت انا بتكلم على منتخب بتكلم على الكورة في مصر عموما يعني ما اعتقدش انه في اسم جه تقدر مع كامل الاحترام والله مش بقلل من حد بس انا بتكلم يعني عموما يعني الجيل بتاع متعب وعمرو زكي ومعهم ميدو فتره من الفترات برضو ومن قبلهم كابتن حسام حسن كان المركز ده دايما بخير يعني ما تقلقش على فكره المهاجم الصريح في المنتخب المصري او في الكوره في مصر. تعديل انا عايز اقول برضو في حاجه برضو تعديل طرق اللعب ودخلنا كمان برضو في مصطلح جديد هو المهاجم المحطة. وحتى اللي بيتكلم أنا مع احترامي الكامل اللي بيتكلم
او بيوجه اللعيب ويقول له انت مهاجم محطه او فرود محطه، المشكله ان انت مش عارف يعني ايه محطه، مش عارف يعني ايه مهاجم محطه، وبيبدا يوجه على قصه ان انت مهاجم محطه ده يعني هو اللي لازم يصنع لزمايله بس. لو انت عايز تتكلم على فرود محطه، ما هو عندك كريم بنزيما قعد كتير هو فرود محطه وبيفضي لزمايله، بيفضي لكريستيانو بالذات، مش كريستيانو من ريال. ايوه بقى هو دلوقتي برضو فرود محطه بس هو الهداف بتاع الفرقه. في فرق ما بين ان انا ادي التوجيهات واللاعب بتاعي وافرح باللاعب بتاعي عمال طول الماتش عمال يشترك بس اقول له ايه زحلق ازمك اصل انت فرود محطه، وفي فرق ما بين ان انا فرود محطه عشان تفضل نفسك بعد كده انت اللي تبقى الهداف بتاع الفريق. يبقى كواليتي مهاجم صريح. مهاجم تميل صريح. لمدرسه يعني تقول لي اروح للمدرسه الافريقيه ولا تميل ان لا والله انا محتاج اجرب حد كان بيلعب في اوروبا عنده تجربه اللعب في الدوريات الاوروبيه وممكن يبقى افريقي برضو، ولا تروح لمدرسه زي المدرسه اللاتينيه مثلا؟ انا بفضل انها يبقى افريقي لان هو برضو انت الافارقه لما او انت بتشارك اغلب مشاركاتك افريقيه فهو افضل برضو افضل ثلاث افارقه شغلوا المكان ده في الاهلي من وجهه نظرك الموديل اللي بتدور على واحد زيه واحد افريقي زيه في الاهلي يعني لعبوا في الاهلي لعبوا في الاهلي فلافيو ثم احمد فيليكس ثم ممكن مين تاني؟ المشكله ان لاحظت ايفونا ممكن يوفونا ايفونا كان هايل بصراحه ولد رجع يعني كانت مع اسوان الصفقه الثانيه عايز واحد وينج بس يكون وينج من اللي هو يعني حاجه كواليتي كده يكون مهاري شويه ياخد الكوره مش قصه ان انا ادور على الاسيست بس احنا مشكله النادي الاهلي الاطراف بتاعته الفتره الاخيره بيدور على الاسيست الصريح اللي هو بدور ان انا احرك بس الكوره كده واعمل الايه الاوفر او بدور على اي مساحه بين المدافعين واروح عامل كده عشان الفرود ايه لا انا عايز اللي يخلص اللي هو يعدي واحد يعني مثلا وليد سليمان لما كان بيلعب وينج في بدايته مع النادي الاهلي كان من الوينجات المميزه في الحته دي ان هو بياخد الكوره ويروح للمدافع ويعدي ولو ما عداش بيعمل حاجه بيعمل خلخله في الجبهه لو اللي بيعمل فيها فهو انا عايز وينج بالكواليتي ده اللي هو يا اما مهاري يا اما في سرعات كده ايه ويعدي ويصنع لي الفارق في ده موجود في الدوري المصري شفت حاجه من العينه دي شفت القماشه دي ما خبطتش فيها في مصر وتميل هنا بقى بتهيألي الحته دي بتاعت اللاتينيين اكتر أكيد. يعني برازيلي ارجنتيني الحاجات اللي هي يعني برازيل ارجنتيني هتصرف ببذخ كابتن عبد الله اكيد طبعا اكيد ما انت انا عايز اعمل حاجه للنادي بتاعي عايز اعمل حاجه لفرقتي فمش هروح اجيب معلش واحد بخمسة جنيه اقول له والله الدوري المصري بقينا بنشوف فيه ارقام ما تقدرش تترجمها للاسف للاسف الاسعار رفعت بدرجه جنونيه ما انا مش متخيل ان الاسعار دي يعني على راي واحد اعرفه قال لك ابو تريكه لو كان سمع الرقم ده يعني او حبيبي يعني محمد سمير برضه كان بيلعب في الاهلي قال لو ابو تريكه سمع الارقام دي من حقه كان يقعد يمشي على الحيط بقى بالارقام دي يعني فهو إن الجيل بتاعنا فعلا كان فيه لا في مواهب في كوره في متعه في لمسه ولعبه مش شرط حتى الكواليتي اللي احنا بنتكلم عليه مهاري بقى وحركات وكده بس على الاقل كان في كوره ممتعه اللي هي لمسه ولعبه وبصه وتحرك وكان في متعه وفي بطولات. نورتنا يا كابتن عبد الله بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا وباذن الله موسم جاي يكون الافضل ان شاء الله باذن الله وكلنا ثقه الحقيقه ونسيب بس الناس تشتغل وكل حاجه باوانها وباذن الله يعني اعتقد ان النتيجه وراهن على النتيجه هتكون مرضيه لكل عشاق وجماهير المارد الاحمر عائد وبقوه باذن الله. بشكرك مره تانية شرفتنا ونورتنا وبشكركم كمان على المتابعه وبكره الحساب هيكون بالورقه والقلم في السادسه دايما على شاشه الاهلي تحياتي لكم.